قبل هذا فيه امرأة تشتكي من بعض النساء التي يحضرن الدرس يأتين بأطفال، وهؤلاء الأطفال يلعبون ويشوشون على النساء، فلا يجوز هذا، لا يجوز للمرأة أن تحضر أطفالها. إذا جاءت إلى الدرس لا تأتي بأطفالها، لأنهم يؤذون ويشوشون على الحاضرات. نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.